طلبتوا تشوفوني أنا كل واحد بقلبه كلام. بس معكم قعدتك ما عرفتش المفروض تكون بروحكم، ما معكم أحد. والله لو هي بنت ناس وتعرف الأصول كان ما أخذت الريال من مرته. أنا سويتك، أنا رزيتك قدام أهلك وقدام أهلي قدام الناس وقدام ربعك. رفيقتك وايد ذكية، يابتك ويابتها. والله العظيم ورسمتي ما كنت أدري، هو اللي يدري، هو اللي لعب علينا احنا البنتين. قلبي مو مطمن، أحس في شيء، يعني مو سالفة تعب ولا دلع. شنو خطبتك وش قاعد تقول؟ ترى كلش مو وقتها، احنا فاينل وقت الوردتين اللي على السيارة، وقت الحبيب الجديد اللي في راسك بوردتين، وصرت انا خلاص الحبيب القديم. ايش تبي؟ جيكي شوفي الواتساب والبرامج اللي نزلتها، شوفي كل شيء عشان ترتاحين. والله ما اعرف قدرت شيء يوم ايش اقول. خلاص يما بعد الحين الزواج علني وبيبي تيسرت، والله يوفقها. شوفي ساكت ومتبلعب. قول لها قال لي نبطلك وما عنده عيال. تدري ايش قال لي بعد؟ نقل؟ اي نعم، ويا ريت توافقين عليه. كذي فجأة؟ ما اظن ان الموضوع مفاجئ، يعني اعتقد الكل يدري ان انا بنقل مكان ثاني. اي بس خلافات الشخصية مع مدرسة ما توصل للنقل. انت ركزي على شغلك، واي احد يتمادى معاك توقفين عند حده. استاذة انا ما راح اتحمل اقعد مدة اطول هني، ابي اشتغل وانا مرتاحة من غير توتر. صدقيني نظرات المدرسات والبنات راح تتعبني. اعتقد ان قعدتي هني مو من مصلحتي، حتى لو قعدت سنة سنتين الكل ما راح ينسى اللي صار لي. حبيبتي كنت اتمنى تكونين معنا فترة اطول، انت سكرتيرة ممتازة ما شاء الله عليك، واتمنى ان حياتك الشخصية ما تأثر على شغلك. اتمنى يكون هذا درس لك حبيبتي بيبي. مشكورة. العفو. أشوفك على خير. الله وياك. انت اللي دستي العشره وانت اللي بعتي وانت اللي ظلمتي، انت ما تستحي. انا وقفت معك اكثر من هلج، بنتك طاحت هي تشكل في المستشفى، ابي اطمن عليك قبلها. اللي مثلك ما ترفع عينها بعيني، عيب تتكلم. Thank you.
يصير اعرف شلون طلبتي عشان اطلب مثلك. واي سالم خرعتني، انت ليش كل ما تطلع لي كأنك هني؟ شو اسوي؟ احب اشوفك مخترعه. لا والله. زين شلون طلبتي؟ بطلب مثلك. وليش حسستني انك اول مره تهني؟ لا مو اول مره، بس ابي ذوقي يصير نفس ذوقك. حكيت حطي بالك الكوب مو مسكر عدل، لا ينكب عليك. ليلك يا ام سالم. الا قول ام محمد الحين بيبي ما الحين يتزوج. والله ما ادري عنها يا ام سالم، كل يوم بحكي وكل يوم براي، وما غير انا وابوها حاطين يدنا على خدنا ناطرينها شنو تقرر. يمكن خايفه لطليقها ياخذ بنيتها. طليقها هذا ما احنا عارفين شنو يبي بالضبط. نوبه يبي ياخذ الحضانه، ونوبه يبي ياخذها ويسافر، وما غير بيبي بعد عمري حاطه ايدها على قلبها، كل ما حد ياب سيره بنتها تعومست ونعفست. عسى الله يعينها يا ربي. وبدور شلونها مع الجامعة؟ بدور الحمد لله زينة، ما غير تستعسر الصبح حزت استعسارها، ولا هي بالجامعة شاطرة ومتفوقة، طول عمرها متفوقة. سالم وليدي كل ما شافها قال ما شاء الله عليها، ولا مع الدكاترة ولا قاعد تدرس، ما شاء الله عليها حريصة. عسى الله يوفقها ويبلغكم فيها وترفع رأسكم. اللهم آمين يا رب، ويوفق ولادك إن شاء الله ويرزقها بنت الحلال. آمين. بنات الحلال وايد، بس الشور شور أهلهم، ينطرونهم لين يكملون جامعتهم. شربي شايك الله يهديك، ما كملت استكانتك. الله يجزيك خير حبيبتي. هلا ابو لولو. هلا هلا، شو اخبارك؟ الحمد لله. من شلونك؟ وين والدي؟ يمكن فوق بداخله. شنو مو مداوم؟ لا اليوم ما داومت. شكل المزاج اكس. والله الله يقطع الزواج، مو تزوج يصير خبل. ايش فيك؟ ايش صاير؟ ما مدت تهاوشتوا؟ تكفى يا معود، ما لي خلق ابطل السالفه. انت ليش ما رايح الجامعه؟ محاضرتي الساعه 12، بس لا تنحاش من الموضوع. شنو يعني ما تنصحني اتزوج وانا بيك عون معاي؟ عون على شنو؟ عون بزواجي. إن شاء الله لا عزمت كلنا بنوقف معك، أنت عزم بس. بس هالزواج محتاج موافقة دبل منك ووقفة غير أي وقفة. إيش قاعد تخربط؟ حط عينك على أحد؟ إيه. ومن سعيدة الحظ هذه؟ بدور أخت بيبي طليقتك. إيش فيك طالعني كذي؟ تكفى لا تصدمني. أنا اللي لا أصدمك ولا أنت اللي لا تصدمني؟ الحين خلط الديرة من البنات، ما كلها البنت هذه. انسى الموضوع، لا اهلها راح يرضون ولا بيبي راح ترضى. ناسي اللي صار بيني وبينها انت؟ يعني عشان انت وبيبي ما اتفقتوا انا وياها نحرم من بعض وما نتزوج؟ ما اتفقنا؟ كان زين ما اتفقنا يا معود. الموضوع مو موضوع اتفاق، يا ليت ما اتفقنا. كسرت قلبها يا معود، سوت ويهي، خربت بيتي. ايش اقول؟ اذول الله كريم. Thank you.
عموما ترى انا اروح بالتصاميم انسى نفسي وخيالي شوي واسع، فاذا عندك اي ملاحظه عندك اي شيء كلميني، ترى ما يردك الا لسانك. وتستحين من شيء؟ لا ان شاء الله ما راح يكون في اي ملاحظه، لان على فكره انا شايفه تصاميمك وعجبتني وايد. الله يسلمك، هذا مكانك عاد. تسلم. نورينا. عاد منك. الله يحفظك. نوره. من حياتي، هاي عمري، هاي روحي، حبيبتي انتي. مشغول. ايه كان عندي ناس. ندويه شلونها؟ طمنيني. حبيبتي انتي بعد عمري، احبك. اخلص ان شاء الله، اخلص واجي البيت على طول. ماشي حبيبتي، يلا باي. ما جاوبتيني بيبي. انتي لهلأ بتحبيه؟ وش تفرق اذا انا للحين احبه ولا اكرهه؟ دكتور الريال طلع كذاب، لعب علينا، طلع مقلب. بيبي بدي اسألك سؤال. بعد كل اللي صار معك، بعد صدمتك ببدر، حبك لبدر، خسارتك لمنى، وخسارتك لبدر، ما بتحسي انه اللي صار معك طلعتي منه بفايده؟ دكتوره، الانسانه اللي قاعده قدامك انسانه مكسوره، محطمه، اللي بيوم وليله انهارت الدنيا كلها حوالي. دكتوره، انا بلحظه توقعت ان انا لقيت الحب. الحب اللي عشته مع بدر. الصداقة اللي لقيتها مع انسان ذهبة. لو الف الدنيا كلها ما القى مثلها. تسأليني ايش استفدت؟ استفدت جرح كبير. كبير بقلبي. احساس مر كريه. أنا بلحظة خسرت الدنيا كلها، خسرت الحب، الحياة الجديدة، والرفقة الحلوة. بيبي، أنا ما قلت لك اللي مرقتي فيه ما نمر، بالعكس، بس بدي منك تعرفي شغلة كتير مهمة. ما في شي بيقطع بحياتنا على الفاضي، لازم نستفاد منه، لازم نطلع منها بنتيجة، وإلا ليش مرت بحياتنا؟ الشي اللي صار معك، أنت أكتر وحدة مستفادة منه.
حبك لبدر خلاك ترجعي تحبي من جديد، توثقي بالعالم من جديد، فتحتي قلبك مرة تانية من جديد. يا بيبي اللي صار معك لصالحك، بدر ومنى اللي عملوه بس انهم مهدوا لك الطريق مرة تانية، حبك لبدر خلاك ترجعي تفتحي قلبك مرة تانية، تحبي مرة تانية، توثقي مرة تانية، وتعيشي مرة تانية. كل اللي صار معك هو حالة انعاش لقلبك، قلبك اللي مات من قبل ورجع عاش من جديد. صدقيني يا حبيبي هلأ كل اللي جاية حيمحي القديم. بدر مو نصيبك ومونا مو نصيبك، نصيبك الحلو لساته ما اجا، جايكي بالطريق. بيبي انسي انسي تماما، كأنه ما قطع بحياتك ورقة وشقيناها. تعرفي ليه؟ لأنك انتي هلأ أقوى، وصدقيني اللي جاية أحلى وأجمل. مثل ما تقولين الحين هذا قولي العدد شنو؟ 265 صح؟ انت شنو كتبتي؟ كتبتي 200 بعدين 6 بعدين 5. الاحسن عشان تحفظين العدد تكتبين الاحاد بعدين العشرات. شنو؟ وعنفصت؟ وانتي شنو نمتي؟ حياتي. يلا خلاص اطفي الايباد حسين عشان تنامين. يلا ماما نام. منى حبيبتي تعالي تعالي شوفي هذه الأغراض اللي تبينهم ولا أنا خايرها بشيء. تعالي حبيبتي تعالي تعالي حبيبتي. إيه خلاص خلهم بعدين أشوفهم، بروح الصالون عندي موعد. أي صالون منى؟ أمي وخواتي بيوم منو يقعد معاهم؟ إيش فيك؟ مو أنت تقول أمك خواتك يعني هلك مو هلي، اقعد أنت جابلهم. والله منى حبيبتي منى. نعم نعم ايش تبي؟ شنو فيه؟ امي اذا ياتوا ما شافتش مو حلوه لا بحقي ولا بحقش. ترى امك دقه عليك تبي تشوفك انت، لو تبي شيء دقت علي. ما راح اكنسل موعد اظافري عشان امك وهلك. منى لا تطلعيني من طوري، تعطيني ظهرك وتمشين وانا قاعد احاكيك. والله انت اللي بتحق عمرك تخيل.
اي اسمعك. ليش تبيني اسوي العد عصب ولا كيفه؟ انا قاعد اقول الصج، عندي موعد اظافر ماني مكذبه عليهم. اي نفس اليوم مثل ما يحرق دمي يحرق دمه بالوقت اللي انا ابي. سلوى انا اعرف شو اسوي بليز. منو؟ اي حياهم الله ما عندي مشكله، بس انا عندي موعد اخلص موعدي واروح. يبي يبي ما يبي كيفه. كلمته بنفسيه خايسه خليه يحس شوي. هذه منى اللي تعرفت عليها بدبي، يا حلوه تهبل. ايه حليله. يا حياتي شكلها مستانسه وايد. قلت له عندي موعد بروح اجاب الاظافري ماني فاضيه، عشان مره ثانيه اتعلم اذا يبي شيء ولا شيء يقول قبلها بفتره، وبمزاجي اكون راضيه ولا مو راضيه، عندي شغل ولا ما عندي شغل. يلا زين خلاص لبعدين باي. متأكدة؟ لا 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 هي هي شفتها. لا بلا اوكي شو المشكلة؟ مو مشكلة زملاء تشوفين شكلها والشعر والوان تقهر، ما كنا رايينها خاينها. انا لو منها يمكن كان شعري تنتف تتسحسح. اكيد لا لا اكيد 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 جاب لها هدية. مو معقولة يعني ترضى في وحدة تجي بسرعة ترضى ورايلها خاينها؟ هذه شارية راحت بالها. الو قاعد اسمعك. عاد انا يمكن شلت شلايلي وطلعت، لان انا اللي اذكر ان هي مو شايفتني الا يمكن بصورة بتليفونك صح؟ يمكن. زين انك مشيتي. الو بيبي شلونك؟ شو اخبارك؟ الاهل شلونهم؟ الحمد لله بخير، كلنا بخير. ادري مستغرب اني داق بعد هالمده هذه، بس داق اسال عن لولو، شلونها؟ شو اخبارها؟ لولو توك تتذكر ان عندك بنت؟ ذمتك شلون متحمل ما تشوف بنتك كل هالمده؟ حبيبتي هي حتى قاعد تدق عليك وكلها حاقرها، ما ادري شو القلب اللي عليك. ادري والله والله ادري، ومن حقك تشرحين علي، بس والله غصب علي والله ظروف. ما اعتقد ان في ظرف اهم من بنتك. بلا اكو، خاصه اذا كانت هالظروف هذه عيالي نفسهم. شنو بيبي؟ شيماء حملت توم بس ما الله كتب وطيحت. انا اسفه توني دريت بهالسالفه. عظم الله اجرك. اجرنا واجرك ان شاء الله. المهم متى امر اخذ لولو؟ هي الحين بالشاليه مع اهلي، السبت ان شاء الله راجعين، بس ترجع خليك تشوفها ان شاء الله. بس تمام، ذهبي لي اغراضها وياخذها شاطنا من عندي. خلصيني على شيء. سلامتك. الله يسلمك. باي باي. يلا محمد انا طالع، تبي شيء؟ رايحة عندي موعد بعيادة الاسنان. لا ما تشوفين شر ان شاء الله. شر ما يك. عفية دير بالك على لولو. لا تحاتي ان شاء الله قاعد انا. يلا باي. ديري بالك. صدفة. شنو قاعد تلحقني؟ كفاية اسمعيني. وش
سمعيني. اسمع ايش تبي تقول؟ ترى كويت تحكي عقب اللي صار. انا ادري انك شايله علي بس والله مو قصدي اشرحك. انت تدرين لو شي يصير ما اشرحك لان احبك صدق. اسكت اسكت لا تتكلم. احبك. انا ما صدقت على الله انسى صوتك انسى شكلك انسى كلامك جذبك كل شيء. والله العظيم احبك. كذاب كذاب. انا لما عرفتك ما كنت ادري انكم رفيجات. والله العظيم ما كنت ادري. تالي دريته بالصدفه بعد. احترت ما ادري شو اسوي. كان الوقت وايد متاخر عشان اقول لك. خفت اقول لك وتهديني. وبخرتي عني وهديتيني يا امات. تعرفين يعني شنو امات؟ انا حبيتك صدق عشقتك ما كنت اشوف احد غيرك قدامي. بس انت اخترتها. اخترتها عشان بنتي. اخترتها لان فاجأتني لما درت وما كنت مستعد للمواجهه. كنت بقول لها اني احب وحده. وهالوحده هذه للاسف طلعت رفيجتك. كنت بطلقها وعقب ما بطلق وبخلص ما اقول لك على كل شيء. انت ليش متوقع ان انا برضى اني اخذك عقب ما اطلقها؟ مو انا باعتك خلاص. باعتك. لان مو مصدقه انك ما خنتيها ولا كنتي تدرين ان انا رايلها. بيبي مو مستحيل ترجع رفيجتك. بس انا شايك وابيك. احبك واعشقك. صار لي فترة ما شفتك ولا سمعت حسك احس اني بموت بنفجر. قولي قولي مش للحين تحبيني. قولي سجلت رقمي. هذا رقمي مسجله باسم الصبي اللي يشتغل عندي. لا تخافين منه ما تدري عن شيء. دقي علي واذا ما رديت عليك بردتك عليك مره ثانيه. المهم اني اسمع صوتك. تكفين. صدقين منى مشعل ما ادري ايش فيه حسن متغير وايد علي من جبت لي اهله وهو متغير كل اهتمامه فيه كل الدلع حقه لا هدايا لا طلعات لا مفاجآت ما ادري يعني تهجنها شيء طبيعي اللي عندهم طبيعي ترى احنا بس اللي نتحسس من هالامور ما ادري يعني بس اهتمامه زاد حق الياهل ويفكر فيه ويلعبه وما ادري ايش يسوي له وانا اخر همه حتى ما قام يقول لي صايره حلوه ولا متغيره ولا ملاحظ اني صبغت شعري تخيلي تهجن في وحده بباله ولا شيء كذي ولا هو عشان يعني صار عندنا بيبي تغيرت الحياه
منى؟ منى قاعدة حاجيك؟ اي هما كذي. شنو؟ قاعدة حاجيك؟ جاسم قاعد ارد عليك، ايش فيك؟ عادي عادي، بس خلاص لا تفكري، لا تدققين بهذه الامور يعني، خلاص مشي. يعني انت تشوفين هالشيء طبيعي؟ طبيعي طبيعي، احنا كلنا نمر نفس الظروف. لما تبين بيبي وتحسين ريلك ينشغل تحسسين شوي، بس عادي. ان شاء الله انه عادي. انت بس مشيها، خلي الامور تمشي. تمشي. ان شاء الله. لعبي ورا ثانية. خلصت؟ بس خلصت. إيه لا أربعة مو واحدة، لعبي ورا ثانية. بلى يلا. أوه. عشرة. سلام. سلام. سلام سلام. تعالي يلا لعبي ويانا. مالي خلق. ها أنت رحت العيادة جنيتي بسرعة؟ إيه والله لقيت زحمة وتعيس، قلت خل أرجع البيت. شنو أنت مو واخذة موعد؟ بلى بس ملخبطين بالمواعيد ودكتوري أصلاً مو جاي اليوم. هذي. لا ما خلصت، باقي لها ثنتين لعبة عندها بالسجن. شنو شنو شلحان؟ يلا سبع. كاتي روحي شوفي الدوية، شوفي أغراضها مال سكول. يس مدام. سمعت حسن الدوية ولا شفت سيارتك صافطة برا؟ صافطة آخر الشارع بالبراحة، ماكو مصافط كالعادة، ما أدري متى بتكلمه هذا صاحب البناية. بكلمه إن شاء الله بكلمه. أي حالة صراحة. إن شاء الله بكلمه. حبيبتي. لحظة. شوفي شنو جايب لك. ذهب؟ طبعًا. ذهب للذهب. شو مناسبة؟ لا والله يعني الواحد لما يجيب شيء حق مرته لازم يكون في مناسبة. نايس. عجبتك؟ حلوة. شنو زينة حلوة؟ زين ما في مشكور حبيبي، عساك القوة، ما قصرت، أي كلمة جديدة تبرد الخاطر يعني. مشكور حبيبي، تعيش وتجيب لي كالعادة، ذوقك حلو يا بعد عمرك. أنا بسجيها.